سيلفي او كل الظواهر اللي نشوفوها على الانترنت هي ظواهر ايجابيه من ناحيه وسلبيه من ناحيه اخرى، وتصنيف هذه الظواهر في كانها مرض نفسي يعتبر مبالغ، انا مانيش موافقه عليه. نشوف باللي الانترنت عباره عن اختراع عصري مليح، فتح المجالات، فتح مجالات عديده ويعتبر كنافذه على العالم. ما نحرموش ابنائنا او المراهقين تاوعنا من الاطلال عليه، خاطر يستفادوا في بناء علاقات، العلاقات بناء العلاقات اللي كان في في في, في الاجيال السابقه عند الاجيال السابقه كان يعتبر شيء صعب جدا، اصبح من السهل ان المراهقين يدخلوا في علاقات جديده ويبنوا صداقات ويتعرفوا على بعضهم. هذا التعارف شيء ايجابي، لكن الناحيه السلبيه في كل هذه الظواهر التي اصنفها انا كانها موضه. الانترنت فيها بزاف دي مود، كل مره تخرج ظاهره جديده. الجانب السلبي في هذه الحاله هو غياب القوانين، غياب نظام او رقابه. الانترنت عبر العالم كامل يشتكوا منه من حاجه واحده، هو غياب القوانين والرقابه، لانه هذه تبقى مهمه الاولياء، مهمه الراشدين اللي لونتوراج، معناتها مهمه الوسط، هو اللي لازم يضع قوانين ورقابه للمراهقين. باش نجاوب على السؤال نتاعك نتاع الفائده تاع السيلفي، انا نشوف باللي السيلفي يخلي المراهق يبني علاقه مليحه بالصوره الجسديه تاعو، ما يسمى بالنرجسيه الايجابيه. ولات المراهقه، اي طفل، اي مراهق، ما نهضرش على الاطفال، اي مراهق او شاب او مراهقه elle se réconcilie avec son image. Tout le monde se trouve beau sur une photo. وهذه حاجه مليحه، ولكن المبالغه ولات امرا امر مخيف، ولينا نشوفوا هوس، اصبحت هوس على الانترنت. نشوفوا بلي المراهقين والمراهقات يصوروا روحهم بزاف، مبالغه، مبالغه في التصوير، مبالغه في 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 وضع الصور الشخصيه على الانترنت. السيلفي ليس مرض نفسي، وانما المبالغه فيه اصبحت نرجسيه فائقه عن الحدود، أصبحت نرجسية سلبية. يصبح المراهق يستخف بذاته، ويستخف بالفون تاعو، معناتها يركز اهتمامه إلا على المظهر، وهنا يدخل في حالة مرضية عندما يصبح هاجس، هاجس التصوير، هاجس انه يظهر نفسه او تظهر نفسها. لكن وضع قوانين تربويه والصرامه من طرف الوالدين تحد نوعا ما من هذه الظاهره ومن المبالغه فيها. البال في ما يعني تصوير مفاتن جسديه هنا عباره عن تجاوز خطير، لأنه البنت على وجه الخصوص وحتى الأولاد، يجوني حتى مراهقين في العيادة، تلقيت حالات نتاع شبان، فتيات وأولاد صارت لهم مشاكل كبيرة على الأنترنت بسبب الصور وبسبب إبراز المفاتن وإبراز أجزاء من الجسد نورمالمون دخلة في التربية، دخلة في قيم أخلاقية. أنا نشوف باللي دور الأولياء في التدخل ليس بقصد التجسس أو قراءة الرسائل الخاصة، وإنما بهدف التوعية. كي نوعي البنت باللي ما توريش روحها نيمبورت كومون بأي صفة وبدون سبب ولكل الناس، لأن جسمها ليس
ليس شيء عمومي انه بجي بيبليك نعلمها ما يسمى لانتيميتي الى ريزيرف، نعلمها بلي انه جسمها خاضع الى الخصوصيه والتحفظ. كي تكون التربيه الانترنتيه قائمه على هذا الاساس ما نخافوش بزاف، نولوا نقدروا نديروا ثقه في البنات، وعلى بالنا باللي هذيك الصوره ما راحش توريها نيمبورتو كي، كي تصور روحها تعرف كيفاش تصور روحها، ولا ما كانش داعي ليس هناك داعي للتصوير، باش نحميوهم من هذه المبالغه ومن هذه التجاوزات الخطيره.